يقول السائل: عندما عندنا يصلون كما تقدم ذكر مفترقين في يوم الجمعة، هل يجوز لي أن أصلي مع من أصلي في البيت؟ صلي في البيت ظهرا، صلي في البيت ظهرا. طيب، هؤلاء إذا أرادوا الخروج كيف يخرجون من الباب؟ ها، يكون يخرجون على واحد واحد، وبين كل واحد وواحد متر أو أكثر، أم أنهم يخرجون يتدافعون عند الأبواب؟ كيف خروجهم من الأبواب من المسجد مع بعض؟ فلماذا الكورونا هذا في وقت الصلاة وفي وقت الخرجة من المسجد ما في كورونا، وفي وقت الازدحام في الأسواق ما في كورونا، وفي وقت الجلوس مع بعض في البيوت ما في كورونا؟ إنما كورونا فقط هذا مخصص للمسجد، ومخصص أيضا في وقت الصلاة، هذا من حرب الكفار على المسلمين في دينهم، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان الناس يصلون في المسجد متفرقين متباعدين فصلي في بيتك، هذا بالنسبة للجمعة، صلي في بيتك، صلي ظهرا 4 ركعات. وأما بالنسبة للفروض الأخرى فصلي مع أهلك، صلي جماعة في البيت إذا كانوا يصلون هكذا متفرقين حتى في غير الجمعة، والله أعلم.